دعا المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني يوم الجمعة أساسة المنقسمين بشدة في العراق إلى توحيد الصف، وطلب منهم التوقف عما وصفه بلغة الخطاب المتطرفة، في إشارة إلى الحرب الكلامية بين رئيس الوزراء الشيعي نور المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني. وحسب نص الخطبة التي ألقاها مساعد للسيستاني في مرقد الإمام الحسين بمدينة كربلاء، حث السيستاني كذلك المقاتلين على احترام حقوق كل العراقيين بغض النظر عن الطائفة أو التوجه السياسي بعد تصاعد أعمال القتل الطائفية خلال الأسابيع الأخيرة. واستجاب عشرات الآلاف من العراقيين لدعوة السيستاني في 13 يونيو الماضي لحمل السلاح ضد التمرد السني المستعر في شمال البلاد وغربها. وقال مسؤول عراقي كبير إنه في الأسبوع الأول الذي أعقب دعوة السيستاني قتل عدد من السنة على أيدي الميليشيات التي جرى تعبئتها على عجل، مضيفا أن المقاتلين باتوا الآن تحت السيطرة، لكن السنة ما زالوا يتحدثون عن اختفاء أفراد من أسرهم بعد اعتقالهم على أيدي قوات الأمن والميليشيات. وعثر قبل يومين في جنوبي بغداد على جثث 53 شخصا كانوا معصوب الأعين وموثقين قال سكان محليون إنهم من السنة. وفي خطوة تدل على تصاعد الأزمة السياسية في البلاد، أوقفت الكتلة السياسية الكردية تماما مشاركتها في الحكومة احتجاجا على تصريحات المالكي قال فيها إن الأكراد يستضيفون الإرهابيين في عاصمتهم أربيل بحسب ما قال وزير الخارجية العراقية هشيار زباري. وكان الأكراد قد أعلنوا يوم الخميس تعليق مشاركتهم في اجتماعات الحكومة، لكن الوزراء الأكراد يمتنعون الآن عن إدارة الشؤون اليومية لوزارات الخارجية والتجارة والهجرة والصحة ومكتب نائب رئيس الوزراء. رحاب علاء، رويترز.